وفي سياق متصل أكد وزير البترول المهندس طارق الملا أن قطاع البترول المصري اتخذ خطوات فعلية لاستخدام الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء لترشيد الاستهلاك وتعميق استخدامات الطاقة النظيفة للحفاظ على مواردنا البترولية وحماية البيئة. جاء ذلك خلال استقبال وزير البترول رئيس شركة أكوا باور السعودية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا، حيث تم خلال اللقاء استعراض مجالات عمل الشركة في مشروعات الطاقة وتحلية المياه التي تنفذها حاليا في مصر وعدة دول أخرى. كما تم بحث الفرص الاستثمارية في السوق المصرية في مجالات توليد الطاقة الكهربائية من المصادر التقليدية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لتسهم إيجابيا في تنويع مصادر الطاقة في ظل الطلب المتزايد على الطاقة وارتفاع معدلات الاستهلاك.